بمناسبة أنكم في طريق زيارة الإمام الرضا عليه السلام، أذكر لكم قصة عن زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام، قصة مفصلة. العلامة المجلسي رضوان الله عليه ذكر هذه القصة في بحار الأنوار في تاريخ حياة الإمام الرضا عليه السلام. مجملها، مجمل القصة، أن أحد المؤمنين الموالين قبل أكثر من 1000 سنة ذهب إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وصل باب الحرم الشريف. ذلك اليوم الحرم الشريف حجرة وفي وسطها القبر الطاهر للإمام الرضا عليه السلام. كان قريب المغرب، القيم الخادم للحرم كان دا يطلع ذاك اليوم، ماكو هلقى الزوار، دا يطلع من الحرم ويقفل الباب حتى يأتي صباح غد. هذا الرجل قال للخادم خليني أنا أدخل، قال أنا أريد أقفل الباب، قالوا خليني داخل ما يخالف. القيم قال أنا أقفل الباب من خارج واروح، اذا بقيت هناك لازم تظل الى الصباح. قلت انا جاي، انا من طريق بعيد جاي، احب ان ابقى عند الامام الرضا عليه السلام، اسهر هذه الليله. ويقول ونويت ان اختم القران في تلك الليله عند الامام الرضا عليه السلام. وربما يظهر من ذلك أنها كانت ليلة شاتية، لأن ليلة ليالي الصيف ربما لا يتسع لختم القرآن كله. يقول نويت أن أختم القرآن في تلك الليلة هناك. القيم قال أقفل الباب عليك، قلت كل واحد أعطني شمعة حتى ماكو مصابيح ذاك اليوم. أعطاني شمعة ودخلت وخرج القيم وقفل الباب من خارج وراح، راح لبيته حتى صباحا يرجع. يقول أنا ظليت هناك أشعلت الشمعة، قمت أقرأ شمعة واحدة وانتهت، وتأسفت لأنه ليش شمعة واحدة أخذت، وبقيت في ظلام. قمت أقرأ قرآن، قمت أقرأ وفي الظلام وأنا أقرأ القرآن ولا أرى شيء، وإذا بي أسمع صوتا يقرأ القرآن معي. سكتت، الصوت سكت، قرأت، شفت الصوت ينبعث، صوت جميل. في نفسي فكرت لعل القيم مثل ما خلاني داخل الحرم أيضا خلى واحد آخر داخل الحرم موجود في أطراف الحرم دا يقرأ قرآن، لعل الباب مفتوح مبطل. اجيت للباب شفت لا، الباب مسدود مقفل. قلت لعله من قبل واحد باقي. اجيت دورت في أطراف الحرم ما وجدت أحد. جلست وعدت إلى قراءة القرآن، شفت الصوت ينبعث ويقرأ معي القرآن. دققت وإذا أسمع أن الصوت ينبعث من القبر الطاهر للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. يقول ظليت هكذا إلى الصباح. الإمام الرضا عليه السلام، هذا اليوم هو الإمام الرضا عليه السلام في ذلك اليوم. نعم، ذلك الحرم اللي لا يكون فيه أحد أنتم لا تجدونه. الحرم تغير، البناء تغير، الازدحام أكو على قبر إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى ضريحه الطاهر الطيب. الإمام الرضا ما تغير، المظاهر تغيرت. يعني كل واحد منكم يدخل حرم الإمام الرضا عليه السلام، وكل واحدة منكن
تدخل حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام المعصوم له نظرة خاصة بكل واحد وكل واحدة منكم، فحاولوا تستفيدوا من هذه النظرة الخاصة، حاولوا تستفيدوا، هم تعطون عهد للإمام الرضا عليه السلام في مستقبل حياتكم، هم تطلبون الدعاء من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لدنياكم وآخرتكم. هذان متقابلان، القرآن الكريم، القرآن هو أساس الإسلام. الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لازم من الطرفين، من طرفكم ومن طرف الإمام الرضا عليه السلام.